علشان حالة التعاطف الزايدة للفنانة وفاء مكي، علشان مش لاقية فلوس تأكل والدتها المصابة بالسرطان وابنها، هنتكلم عن قضيتها الشهيرة بقضية السلخانة. الإعلام سماها السلخانة لأسباب هنعرفها دلوقتي. في سنة 1998 كانت وفاء مكي في عز نجوميتها وشبابها، كانت متزوجة من شخصية كبيرة وكانت مشغلة عندها بنتين تحت سن 16 سنة، جايباهم من محافظة المنوفية، اسمهم مروة 15 سنة كانت شغالة تطبخ وتمسح، وهنادي 14 سنة مشغلاها لبيسة عندها. وفي يوم من أيام شهر سبتمبر من عام 1998 كان جوزها مش موجود ووالدتها معاها في البيت. كانت مروة بتنظف جنب الأوضة، شافت وفاء مكي حسب كلام مروة بأنها رأت وفاء في حضن شخص غريب ونازلين ضحك وهزار، فسكتت مروة لحد ما الراجل الغريب مشي وجوزها رجع البيت، فراحت وقالت له كل اللي شافته إخلاصا له لا أكثر ولا أقل. وبعد مروة ما حكت لزوج وفاء مكي كل اللي شافته، قام ضارب مروة بالقلم وخرج لزوجته وفاء مكي اللي كانت مستغفلاه، واتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة وساب لها البيت ومشي. وأول ما نزل راحت وفاء مكي جري على البنت الشغالة مروة، والدة وفاء مكي بدل ما تحوش بنتها عنها راحت هي بنفسها على البنت وكتفتها وشلت حركتها علشان وفاء تجري على المطبخ وتجيب سكينة من الدرج وتولع البوتاجاز وتسخن السكينة لحد ما معدن السكينة يحمر، وترجع لمروة اللي والدتها مكتفاها علشان تبدأ تحط السكينة على جسمها. البنت صوتت وفاء تزود في أماكن جسمها وتحط السكينة على دراعها وكل مكان في جسمها لحد ما البنت صوتها راح. راحوا جايبين كاميرا فيديو من بتوع زمان وأجبروها هي وأختها انهم يعترفوا بانهم سرقوا ذهب وفلوس من عندها علشان لو اتمسكوا يبقى فيه مبرر بعد كده للي عملوه. وفي عز ضعف البنت يشيلوها وينقلوها على الحمام ويربطوها فيه، وتبدأ احداث 21 يوم من التعذيب المتواصل بكل انواع الطرق، وعذبوها شهر الا اسبوع بكل انواع التعذيب، شدت شعرها لحد ما يتقطع في ايديها، وضرب بالعصاية وضرب بخرزانة جلد ومحاولات نزع الأظافر وتسخين المكوى على جسمها وتكهربها وتشويه المناطق الحساسة بالسكينة السخنة وتجويع وتعطيش وحلق الشعر وجروح متفرقة في كل حتة في جسمها وكدمات. كل يوم عذاب مختلف عن التاني، وأختها عذبوها بنفس السكينة ونفس التسخين. البنت بعد 21 يوم من التعذيب المتواصل سخنت وجالها تسمم في الدم وفشل كلوي وبدأت تفقد الوعي. وفاء مكي لما لقيتها ما بتردش عليها بدأت تخاف شوية من المسؤولية، فعملت ايه؟ كلمت دكتور تعرفه علشان يجي يظبط معاها القصة دي، فالدكتور كتب لها على مراهم ومضاد حيوي علشان تاخده بحيث تبقى كويسة وهي تكمل تعذيب وضرب فيها، لكن حالتها ما تحسنتش. وفي نص نوفمبر البنت كانت بتلفظ أنفاسها الأخيرة. وفاء مكي ووالدتها حسوا إنهم هيتورطوا في جريمة، فعملوا إيه؟ وفاء مكي كلمت فنان زميل اسمه أحمد البرعي وقالت له هات العربية علشان نشوف صرفة في البنت دي. جاب الليل ركبوها العربية معاهم وراحوا على طريق مصر اسكندرية الزراعي، وعند المزلقان قبل مدخل قريتها رموها عند المزلقان وهربوا. لحسن حظ البنت كان ناس معديين بالصدفة عند المزلقان في الوقت المتأخر ده لمحوا البنت وتعرفوا عليها وودوها على بيت أهلها اللي بسرعة نقلوها على المستشفى، وعاشت ما ماتتش. قالوا لها مين اللي عمل فيكي كده؟ قالت لهم الفنانة وأمها. وبعدها الدنيا اتقلبت عليهم، وفاء مكي عرفت ان البوليس بيدور عليها، راحت اشترت نقاب وهربت اسبوعين بتتنقل من محافظة لمحافظة، وحاولت تتواصل مع ابو البنت علشان تديله قرشين علشان يتنازل، لكن والدها رفض وقال ولا مال الدنيا يعوضني، ومرضيش يتنازل.
وبعد أسبوعين اتمسكت في كمين على طريق بركة السبع في المنوفية واتقدمت للمحاكمة وأخدت حكم 10 سنين. ما قعدتش ال10 سنين كلهم في السجن، وخرجت بعد 3 سنين بعفو صحي بالواسطة، وكأني شيء لم يكن. بس التاريخ ما بينساش وربنا ما بينساش. وبعد 23 سنة من الجريمة دي، وفاء مكي بتمر بظروف مش حلوة. بعد تصريحاتها حول عدم استطاعتها توفير قوت يومها واستدانتها المال بسبب مرض والدتها وفقرها، وقالت وفاء مكي إنها لا تعمل وليس لديها مصدر رزق لتنفق على نفسها ووالدتها المريضة بالسرطان، وبسبب هذه الظروف اضطرت لسحب قرض بقيمة 31,000 جنيه وأخذ سلفة من نقابة الممثلين لكي تخرج من أزمتها، إلى أن وضعها المأساوي جعلها عاجزة عن السداد، وأكدت أن ديونها وصلت إلى 500,000 جنيه، وأشارت إلى أن منزلها لا يوجد به طعام، وتظل تعاني لأيام من الجوع لعدم توافر أموال معها، إلى أن دعمها زملائها في الوسط الفني واتفقت على المشاركة في عمل جديد سيعرض في رمضان المقبل.